مبروك عليك يا بابا. الله، ده مسدس يجيب البطولة من غير ما نشي. حبيب قلبي. احنا اسفين على الازعاج يا رؤوف بيه، لكن لو اديتنا المستندات مش هيبقى فيه اي ازعاج، لا ليك ولا لينا. روحوا بلغوا الكلب اللي بعتكم ان المستندات دي مش ملكي، دي ملك الناس اللي بتمصوا دمها. اضطريت احجز لك اوضه هنا في الاوتيل، اصل النيابه جمعت الشقه بتاعت حماك. المهم ناديه ازاي صحتها دلوقتي؟ ما خبيش عليك، حالتها سيئه قوي. انا لولا اني قايمه نايمه معاها في المستشفى كان زمانها انتحر. واضح ان الصدمه كانت شديده عليها قوي. وانت عرفت ازاي باللي حصل؟ البوليس اتصل بينا في البيت عشان يعرف عنوانك في تونس. صراحه انا افتكرت لا قدر الله حصل لك حاجه، ولما رحت لنادية مستشفى القصر العيني ولقيتها في حالة انهيار اتصلت على طول بالدكتور صلاح. دكتور صلاح قرر ايه؟ بمجرد ما قلت له ان نادية تبقى مرات ابن عمي قرر نقلها فورا للمستشفى الخصوصي بتاعته عشان يعالجها تحت مسؤوليته. المسكينة من يوم ما جت عندنا المستشفى ما بتنامش الا بالحقن المخدرة. كل المصايب دي حصلت وانا قاعد في تونس زي الاطرش في الزفة. مفتاح لو سمحتي. اتفضل. شكرا. الظرف ده لسيادتك. مين اللي جاب الظرف ده؟ ما عنديش فكرة يا فندم، أنا لسه مستلمة دلوقتي. طب متشكر. مش متفقين هاخد اخدك معايا النادي ولا رايح المستشفى؟
مالك يا جمال؟ وإيه الصور دي؟ يا ساتر، معقولة؟ يا حبيبتي يا نادية، دلوقتي بس عرفت قد إيه بتتعذب. أمينة، عايزك تفضلي جنب نادية بصفة دايما. طب ما أنا جنبها بحكم وظيفتي، أنت نسيت إني ممرضة في المستشفى؟ أنا قصدي تاخدي السرير على حسابي وتنامي معايا في الأوضة. طب وليه المصاريف دي كلها؟ ما أخبيش عليك يا أمينة، حياة نادية هتفضل في خطر لغاية النيابة ما تاخد أقوالها. مش بعيد المجرمين دول يخلصوا عليها زي ما خلصوا على أبوها. تفتكر إنهم ممكن يعملوا كده؟ بعد كل اللي عملوه ده أعتقد إن مفيش حاجة هتقف في سكتهم. طب ليه ما بلغتش النيابة ووريتهم الصور دي؟ حد يفضح روحه بإيده يا أمينة. مش قادر أصدق. أكيد لو كنت أنا هنا في مصر مفيش حصل ده كله، على الأقل كنت هقدر أهدي حماية المجنون. وهو كان عمل إيه بس؟ عمل بطل. لازم يفهم ان في فرق بين البطوله اللي بيتمنظر بيها في النادي وبين البطوله الحقيقيه. التعنت بتاعه هو اللي عمل فينا ده كله. كان لازم يفهم ان المجتمع اتغير وان اللي عاملين ابطال اليومين دول هم الحراميه. ظروف اقتصاديه ادتهم الفرصه وعشان كده كان بيحاربهم. بيحاربهم بطريقه فرسان العصور الوسطى باسلوب حرب النبلاء. مش قادر يفهم انهم اوساخ. لكن الحمد لله اني نقلت شغلي كله بره وسبت البلد دي، لان طبعا سيرتي بقت على كل لسان. بس اللي حصل ده انت مالكش ذنب فيه، ده ممكن يحصل لأي حد وفي أي بلد. بس يا ريت ما كانش حصل لي أنا بالذات. يا ريت. تنسي كل اللي فات عشان تقدري تواجهي الكلاب اللي تسببوا في انتحاري. لا يا بابا، انت ما انتحرتش، انت قدامي يا ماما، انت عايش جوايا ومعايا كل لحظه كل دقيقه. وعشان كده عايزك تقومي من سريرك وتاخدي طاري. لازم تخليهم يدفعوا الثمن غالي. بس انا عمري ما شفتهم. انت عارفاهم كويس زي ما انا كنت عارفهم تمام. دول حواليك في كل مكان ونازلين قتل في الناس اللي قلبها على البلد. انا يا بابا خايفة قوي لاني بقيت وحيدة. انت عمرك ما هتبقي وحيدة لاني هبقى جنبك طول الوقت. يعني مش هتسيبني؟ مستحيل. في حد يسيب حياته؟ ده انت حياتي يا نانيا. حبيبي حبيبي يا بابا. بابا 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 بابا. ايه نادية مالك؟ ايه اللي حصل؟ ماما كان هنا دلوقتي. يا حبيبتي متهيألك انت اكيد كنت بتحلمي. يا ماما اهلا يا بيه. الحمد لله على السلامه. ازيك يا مدبولي؟ نحمده يا بيه. ازاي الهارم دلوقتي؟ انا رحت لها المستشفى الاسبوع اللي فات لكن حشوني على الباب. معلش اصلها عيان قوي. قول لي يا مدبولي، ليله الحادثه انت اكيد كنت موجود. ما شفتش حد من الرجاله اللي هاجموا على الشقه بالليل؟ هو انا لو كنت شفتهم كنت سبتهم؟ ده انا كنت قطعتهم باسناني. واللي حصل ده يرضي ربنا. امال انت كنت فين؟ كنت بعافيه يا بيه شويه. الظاهر الدولة اللي دول الحكيم خلانا انام زي اللي واكل تطورة. ما صحيتش الا وش الصبح، حتى صلاة الفجر فاتتني. الكلام ده مش عليا يا مدبولي، انا فاهمك كويس قوي. احسن لك تدلني على الناس دول وتقولي على اللي حصل لو اديك في 60 داهية. انهي ناس؟ انا كنت شفت حاجة؟ اكيد شفت، لكن اذا كنت لسه مصر تنكر انا هعرف ازاي اخليك تقر. المسدس ده شفته قبل كده؟ تسمع
واضح انه مسدس حماية. الحروف الاولى من اسمه منقوش عليه. تقرير الطبيب الشرعي بيؤكد ان الرصاصة اللي قتلت حماك انطلقت من نفس المسدس ده. سيادتك عايز تقول ان حماية انتحر؟ امال انت شايف ايه؟ انا شايف انها جريمة مدبرة. بس الباب اكد في شهادته انه سمع طلقة الرصاص والصريخ، لكن ما شافش حد لا طلع ولا نزل من العمارة لانه كان قافل الباب. مش جايز البواب متواطئ مع الناس اللي ارتكبوا الجريمة دي؟ وتفتكر مين له مصلحة في الجريمة دي؟ هيكون مين غيرهم؟ هما مين؟ عصابة تجار العملة اللي في البلد. هو حماك كان له علاقة بتجار العملة؟ طبعا، حماية كان احد المسؤولين الكبار عن ترشيد الاستيراد في وزارة الاقتصاد، واعتقد ان ده سبب قوي عشان يخلصوا عليه، لانه كان راجل شريف وكان واقف لهم زي العظمة في الزور. تعرف حد من تجار سوق العملة؟ يا سيادة الوكيل، محدش بيقول على نفسه انه تاجر عملة او بيكتب على مكتبه انه تاجر عملة. دول كلهم بيستخبوا ورا شركات وهمية باسم الاستثمار لحد ما يخربوا البلد. الورقة دي مقطوعة من جريدة يومية، لقيناها في الروب اللي كان لابسه حماك ليلة الحادث. هل يقدم المدعي الاشتراكي تجار العملة الى المحاكمة؟ هاي ايه؟ وقع من فوق السطوح وهو بيركب قرية للتلفزيون. سيب الجثة زي ما هي، انا جاي طوالي. يظهر المسألة سخنت قوي. مالك يا حبيبتي؟ مالك يا نادية؟ مالك؟ أمينة، انتي بخير؟ ما انا قدامك اهو يا نادية. انتي ما كنتيش في الجنينة دلوقتي؟ في الساعة دي يا حبيبتي؟ طبعا لا، مستحيل مستحيل. في ايه يا نادية؟ شايفة الشجرة اللي تحت دي؟ مالها؟ انا شفتك دلوقتي حالا ماشية جنبها، وبعدين واحد طلع من الضلمة وضربك بالسكينة في ظهرك. انتي اكيد كنتي بتحلمي. لا انا ما كنتش نايمة، انا كنت واقفة جنب الشباك والراجل. ما انا قدامك اهو يا نادية وظهري سليم. واخرتها يا كمال، الحكايه اتعقدت اكتر خصوصا بعد ما قتلوا البواب. يا امينه الناس دي مش سهله، عصابه دوليه بتهد في اقتصاد البلد، يعني وراهم اجهزه وناس كبار بتحميهم. وهتعمل ايه؟ هتسكت بعد اللي حصل؟ انا مش قادر اعمل حاجه، انا قربت اتجنن زي ناديه. امينه انا اسف اني برئك مشكلتي. انت بتقول ايه يا كمال؟ انت نسيني بنت عمك؟ وكان ممكن ابقى مراتك في يوم من الايام لولا ان نادي خطفتك مني. وسبتيها تخطفني ليه؟ على الاقل لو كنت اتجوزتك ما كانش حصل اللي حصل. كل شيء اسمه نصيب. على رايك، المهم لازم ارجع تونس بكره ضروري، لان مرتبط بوفد سياحي كبير هيوصل من فرنسا، واذا ما كنتش موجود سمعه شركتي هتضيع. طب ونادي هتبقى في الظروف دي؟ انا راجع تاني دول اسبوعين بس، والبركه فيكي. المبلغ ده مصاريف المستشفى. يلا بينا عشان لازم احضر الشنطه. طب يلا. دلوقتي عشان معاد المستشفى جه. طبعا مش هوصيك على نادية، انت عندك تليفوني في تونس، لو احتاجت اي حاجة اتصلي بيا. اطمن يا جميل، انا مش هنسالك اللي بتعمليه ده ابدا. ما تبقاش بايخ بقى. مع السلامة. مع السلامة يا جميل. مفاجأة عشانك.
جواب من كمال. صحيح؟ تصوري كمال بعت تذكرتين مش تذكرة واحدة، عامل حسابك معايا. بس انا مش عامل حسابي على السفرية دي، انا مضيت عقدي في السعودية، يعني المفروض هسافر الشهر الجاي. اخص عليك يا امينة، مين اللي هياخد باله مني هناك؟ مين اللي هيراعيني ويديني الادوية في مواعيدها؟ انت خلاص فكراني خفيت؟ يا نادية يا حبيبتي انتي مسافرة تونس، يعني هتلاقي هناك مليون ممرض كده بالبساطة دي وانت عليكي. طب ايه رأيك بقى لو ما سافرتيش معايا؟ انا كمان مش مسافر خالص. لا كله لك كده، ده كمان كان يتبحت. يبقى خلاص هتسافر، يعني هتسافر. يجنن يا كمال، يجنن يجنن. الله على المنظر، مش معقول. بس برد قوي يا كمال. عشان احنا في الشتاء، انما في الصيف هيبقى جنة. بس انا مش ناوي اعيش هنا. ايه الكلام اللي بتقوليه ده يا نادي؟ امال انا اشتريت البيت ده ليه وعشان مين؟ ده بيتك يا نادي، أنا كتبته باسمك عشان تعيش فيه سعيدة وتنسي كل اللي حصل. بس اللي حصل ده كان شيء فظيع، مش ممكن أنساه. تقدر أنت؟ مفيش قدامنا غير إننا ننسى أو نحاول ننسى. لا لا يا كمال، إحنا كده بنهرب. أيوه بنهرب، بنهرب عشان نعيش، نعيش من غير خوف، من غير قلق. يا نادية يا نادية، أنا مركزي بقى كبير قوي هنا، أنا بقيت غني صدقيني، مش هتبقي محتاجة أي حاجة. حاجة واحدة بس اللي حتى محتاجاها، إني ألاقي نفسي من جديد. كمال أنا جاية هنا عشان أخدك معايا، نقول الحقيقة، تقول على اللي حصل لي وحصل لك. إحنا مش لازم نسكت. أبويا الله يرحمه قال قبل ما يموت، لو كل واحد هيسكت على اللي بيحصل تبقى البلد ما طلعتش رجالة. دخل زماني نادر، دلوقتي كل حاجة اتغيرت، الناس اللي بتتكلم عنهم دول خلاص انتهوا، دخلوا السجن. مش كلهم، انا واثقة، والدليل ان احنا كل يوم بنسمع عن اسامي كبيرة ما كناش نتخيل اللي كانوا بيعملوه في الناس والبلد. انا سمعت يا كمال بين السياحة في تونس في الصيف بس. هو طبعا في الصيف اكتر، لكن انا في الشتاء مش هسكت، هبعت افواج سياحية لمصر. امال انا فاتح شركة هنا ليه؟ ما تخافيش على جوزي، اسأليني انا عنه. ما تصوريش انا اتبسطت قد ايه لما نادية قالت اني جايه معاها. بس مش هقعد كتير. لا هتقعدي غصب عني. معقوله يا نادية؟ ما انت عارفه اصلها يا سيدي مدت عقد عمل في السعوديه. وليه ما تشتغليش هنا؟ يا ريت يا كمال، انت عارف ان انا ما اقدرش استغنى ابدا عن امينه، وانا ما صدقت قدرت اجيبها معايا، وبعدين هو دخول الحمام زي خروجه استهانم. انا لازم اجري حالا. بس انت ما شربتش قهوتك. معلش عندي ميعاد مهم قوي في المكتب. على فكرة قبل ما انسى، الساعة 7 كونوا جاهزين، دكتور الحسيني عزمنا على عشاء عشان يتعرف عليكي. ده دكتور أعصاب عالمي بقاله 20 سنة في السويد، وجامعة تونس طلبته بالاسم عشان يدرس فيها، ودي فرصة ما تتعوضش. بس أنا بقيت كويسة مش كده يا أمينة؟ آه طبعا يا نادية طبعا، بس ده ما يمنعش إن دكتور زي ده يشوفك. بيت قديم.
انت مين؟ اسمي بركة، الجنايني بتاع الجنينة دي. انا الحقيقة انبسطت قوي قوي لما عرفت ان اللي سكنوا هنا مصريين. انا كمان مصري ومولود في اسكندرية. اتفضلي، وردة جميلة عشان وردة اجمل. احساسك انك خفيت يا مدام نادية ده اعلى درجات نجاح العلاج. انا كنت عيانة قوي يا دكتور حسيني، قعدت اكتر من سنتين في المطاعم، كان ممكن اقعد اكتر من كده. ما تقومي نرقص يا حبيبتي. بلاش يا كمال عشان تعبانة شوية، يا ريت ترقص مع امينة. ايوه جينا للجد بقى، بطلي غلاسة ويلا قومي رقصي مع كمال. اتفضلي. نادية لسه عيانة بأعصابها، لازم نستحملها شوي. لإمتى؟ لغاية ما تخف. Thank you.
خير. مساء النور. تفضل. ملازم مسعود فتش حمادي. اهلا وسهلا. انا اسف لازعاج في ميعاد زي ده. ابدا ابدا، هذا شغلنا. انا حطيت بوليس قدام الباب الرئيسي للفيلا مقابلتكم. في باب ثاني للفيلا؟ ايوه، في باب مشترك في الجنينه اللي بينا، بس ده تمني مقفول. عندك مانع نشوف؟ مساء الخير. مساء الخير. اهو حضرة الضابط جه لغاية عندك يا حبيبتي، تقدري تحكي له كل اللي شفتيه. انا اسفة، اصل في الحقيقة انا مرتبكة شوية. في الحقيقة انا عمري ما واجهت موقف زي ده. ازاي بقى يا نادية؟ الموقف ده حصل قبل كده؟ انت نسيتي ولا ايه؟ نسيت ايه؟ يوم الحادثة. وكيف كان شكله يا مدام؟ أسمر وطويل. وكيف عرفت أنه طويل؟ مش تقول أنه كان مطروح على الكرسي؟ أيوة، كان واقع على الكرسي، بس كان باين أنه هو طويل. تظني عمره كام سنة؟ معرفش، مقدرش أعرف. أستاذ كمال، ممكن أشوف الشباك اللي المدام شافت منه الجريمة؟ تفضل. ممكن من المسافة هذه وفي الظلام هذا تقدر تشوف أي حاجة؟ بس هي متأكدة. قل لي يا أستاذ كمال، حضرتك سمعت صوت طلقة الرصاص؟ لا، كنت نايم. بس صوت الرصاص كان ممكن يصحيك. أنا قلت لك على كل حاجة شفتها. مش ممكن كل هذا تخيلات؟ أسف، دي جريمة انتحار كاملة حصلت قدام عينيا. أنا اللي أسف اللي قلقتك. على كل حال اطمني، لو في حاجة أقدر اكتشفها. ها، لقيتوا حاجة؟ أبدا، الدار خالية وما فيها حتى أثر لأي شيء. مش ممكن، مستحيل. فتشتوا الدار مليح؟ بطبيعة الحال، ما لقيناش غير كرسي كبير قدام الشباك. يعني كان في كرسي؟ شفته؟ ما كانش واحد؟ ما كانش متهيألي؟ أنا مش مجنونة ولا حاجة. لكن كل شيء طبيعي، وما فيش حتى أثر لأي جريمة أو أي عنف. يبقوا شالوا الجثة. لو كان ثم جثة كان يبقى في دم أو حتى أثر لأي عنف. كذب كذب. انتوا مش عايزين تقولوا لي الحقيقة عشان ما أخافش. يا حبيبتي هم هيكذبوا ليه؟ ده واجبهم إنهم يقولوا الحقيقة. يا ناس صدقوني، صدقوني بقى، حرام عليكم، صدقوني. أنا مش مجنونة، مش مجنونة، مش مجنونة. من فضلك يا نادية، اهدي شوية بقى. استناني برا يا حمادي. أنا آسف جدا على اللي حصل، الحقيقة مش عارف أقول لك إيه. ولا يهمك، كل إنسان معرض للخطأ. لكن عندي أسئلة باش ألقيهم عليك. أنا تحت أمرك. قديش ليك وتسكن هنا؟ أنا هنا من مدة، بس مراتي لسه واصلة من مصر النهاردة. النهاردة؟ أيوه. قديش ما زلتوا قاعدين؟ أنا عندي شركة سياحية هنا. ما شفتش حد من أصحاب الدار هذه؟ لا، بس سمعت إنهم مسافرين من زمان. بالمناسبة، في حد آخر عايش معاكم؟ مفيش غير الشغالة، بس دي ما تبقاش موجودة بالليل، والممرضة بتاعت مراتي. ممرضة؟ أيوة، اللي انت شفتها دلوقتي. طب على كل حال نبقى باتصال، وغدا أبعث لكم شرطي يحرس المنزل. أنا متشكر جدا وأسف على إزعاجك. تصبح على خير. ايه الاخبار؟ دخلتها السرير واديتها مناوم تاني. ما تخافش كده احسن. كمال، تصبح على خير. كمال، 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 صدقني يا كمال،
اللي شفته ده صحيح. طيب طيب، بس بطلي تفكري عشان تعرفي تنامي. ايه رايك في المستند ده؟ اظن بكده نبقى خالصين. راجع عزيزه وراجع بعد الظهر. على فكره مفيش داعي تصحي مدام ناديه دلوقتي، اصل هي نامت متاخر قوي بالليل. حاضر يا ست امين. باي. اديني مفتاح جناح 125 من فضلك. اتفضلي. صباح الخير يا ست نادية. صباح الخير يا عزيزة. تعالي قوليلي يا عزيزة، الجناين ده تعرفيه؟ اه نشوفه ديما، لكن عمرني ما اتكلمت معاه. الحق نخاف منه. ليه؟ يقولوا اللي اصبح راجل من المهمين. يا عم بركة. صباح الورد يا ست. صباح الفل. أظن الجو الجميل ده بيفكرك بأيام مصر. بس امبارح كانت بتمطر قوي لدرجة إني ما قدرتش أنام. صوت الرعد كان قلقني، ولما بصيت من الشباك شفتك في وسط المطر بتحفر حفرة ورا البيت. أصل إحنا مصريين مش متعودين على المطر. أما السما تمطر عندنا نسيب الشغل، لكن هنا
بيحبوا المطر قوي. المطر خير، معناها ان الزرع يكبر والورد يطلع ويفتح. عشان كده انا دايما بفرح بالمطر واحب اشتغل قوي والسماء بتمطر. انت صحيح بتحب الزهور يا عم بركه؟ يا سلام يا ست، هو في احلى ولا اجمل من الزهور في الدنيا؟ ده كل مكان يا ست تلاقي فيه زهور، في البيت تلاقي زهور، في الافراح تلاقي زهور، ده حتى ولا مؤاخذه في المقابر تلاقي زهور. الو البوليس؟ صباح الخير عم بركه. صباح الخير يا سيدي. قل لي يا عم بركة، انت ساعات تضطر تشتغل بالليل؟ انا مش بضطر، انا بحب اشتغل بالليل، ده احسن وقت عندي للشغل، لاني ببقى فاضي وما عنديش حاجة تانية اعملها. انا بعد عنك، مراتي ماتت من زمان والوحدة بالليل بتتعبني قوي. حتى في الامطار بتشتغل؟ ده تحقيق بقى. لا مش تحقيق بالظبط. أنا ليا طلب، ما عندك مانع كان ننزع الورد الجميل هذا ونحفر تحته؟ وليه التعب ده؟ ما أنا طول الليل امبارح عمال أفحت هنا. صار شفتنا لما جينا امبارح. آه صحيح، هو أنتوا كنتوا جايين ليه؟ المدام شافت واحد يقتل وفيه في الدار هذا. يعني عايز تقول لو دخلت البيت ده دلوقتي هيطلع لي عفريت؟ انا مش اضحك يا سي بركة، انا بتكلم جد. جد؟ ولو مؤاخذة المطلوب مني ايه بقى؟ انا قلت لك نحفر تحت الحوض هذا. اه قصدك جثة المرحوم اللي انقتل امبارح مدفونة هنا؟ ممكن. هو في اختراع اسمه الكلاب البوليسية، ممكن تجيبها تشم الحوض. ولا الكلاب على ايامك ما بقتش شمامه؟ بأمرك تحفر الحوض قدامي حالا. لا مش من حقك، لازم تجيب لي اذن من النيابه. الله، جرى ايه يا حضره الظابط؟ هو انا هعلمك شغلك ولا ايه؟ انت راجل بتفهم ولا مؤاخذه في القانون؟ شركة الشمس للسياحة. لا السيد كمان مازال ما وصلش. لحظة خليك معاي. سي مختار بالتليفون. حولي المكالمة لمكتبي. حد تاني سأل عليا؟ السيد الضابط سأل مرتين. أيوة يا أخي مختار. لا لسه الحقيقة ما اطلعتش على الموضوع، بس كنت عايز منك خدمة. ممكن تتصل بشركة الساحل العقارية؟ هاي عايزك تسألهم إذا كان عندهم بيوت قديمة من اللي بيبيعوها. لا أبدا، أنا سبق اشتريت منهم بيت الشهر اللي فات. طيب هستنى منك تليفون. أنا في المكتب، مع السلامة. اديني حضرة الضابط مسؤول. اهلا حضرة الضابط، انا لسه داخل المكتب حالا وقالوا لي انك سالت عني مرتين. خير؟ انا مش مجنونه. افهمني يا جمال، انا متاكده ان الراجل الجنين ده هو ورا جريمه اللي انا شفتها. انا اتكلمت معاه حسيت انه مش طبيعي، غريب الاطوار، ده مجرم. بس ده مش معناه انك تتصلي بالبوليس في التليفون اربع مرات. اعمل ايه؟ ما هو الضابط ما عملش حاجه.
اتكلم معاك كلمتين واحد بعده ومشي. لان ما كانش قدامه يعمل غير كده يا ناديه. المشكله دلوقتي انه اصبح مقتنع تماما انك انت اللي مش طبيعيه مش الجنايه. وانت رايك كده برضو؟ طبعا لا. امال عرفتني بالدكتور الحسيني ليه؟ ده صاحبي. صاحبك انت بس مش انا. افرض. افرض ايه؟ افرض اني ما شفتش راجل بينتحر قدام عينيا. يا حبيبتي يا حبيبتي انت لسه اعصابك تعبانه من الصدمه. صدقيني لازم تساعديني عشان نبتدي حياتنا من جديد. يا نادية يا نادية احنا كده بنبعد عن بعض. ما تقولش كده يا كمال. انا بحبك. اللي حصل لي ده كان شيء فظيع. فظيع. انسيه يا نادية. يا نادية انسيه. مش قادرة. مش قادرة. مش قادرة. مش قادرة. نادية. كمال يلا نرجع مصر حالا. وشغل اللي هنا؟ لو كنت بتحبني صحيح ما كنتش فكرت في الشغل قد ما فكرت في حالتي انا. لكن انت ما بيهمكش لانك مقتنع ان انا عيان. متخيل حاجات ما بتحصلش. جايز ده صحيح. عندك حق. طب وايه رايك في ده؟ ده كمان اتخيلته؟ مش دي الهديه اللي قدمتها لابويا يوم ما كسب البطوله في النادي؟ ولما انتحر افتكرت انه ضاع. ايه اللي خلاه يظهر دلوقتي؟ وهنا في تونس؟ انا شرفني يا نادي. انا المفروض اسالك. اسالني عن ايه؟ المسدس ده بتاع ابويا. مش شفتوش بقالي سنتين. يا نادي يا نادي انا ممكن ابلع حكايه الراجل اللي شفتيه بينتحر، لكن مش ممكن ابلع حكايه ابوك اللي مات وعايزه يرجع يعيش في وسطينا. مش صحيح. للاسف صحيح. اسمعي. كمال رايح فين؟ كارم بس من فضلك ما تحاوليش تتصلي بالبوليس لخامس مره عشان يدور عليا. مفهوم؟ في ايه يا كمال؟ ابدا. نادية لقيت المسدس اللي انتحر بيه ابوها في اوضه النوم. المسدس فين؟ معايا.
اسمعي، في كلام مهم عاوز اقوله لك لمصلحتك. لمصلحتي ولا لمصلحتك؟ يا بركه انت عمرك ما رحت مصر، عارف ليه؟ لانك كنت في السجن سنين طويله. وماله، ده شرف ليا يا ست ناديه. السجن مش دايما يبقى مكان للمجرمين، ده ساعات يبقى مكان للناس اللي بتقول لا لحاجات كتير بتحصل في الزمان ده. كنت متأكدة انك لسه صاحي، عشان كده جبتلك كوباية لبن سخن. تفتكري ممكن انام قبل ما يجي كمال؟ خصوصا انه خرج زعلان. ما هو يا نادية حبيبتي انتوا لازم تزعلوا علشان تتصالحوا. انا مش فاهمة ايه اللي بيحصل، انا ابتديت اشك في نفسي. صدقيني يا امينة انا متأكدة من اللي شفته، لكن بينتحر قصادي. انا مصدقاكي يا نادية، مصدقة انك ممكن تكوني شفتي اي حد في شباك البيت اللي قصادنا. ممكن حد يكون دخل بالصدفة، مثلا عيال جاية تلعب، انما مش جريمة قتل. أمينة، فاكرة يا نادية ما كنت عيانة في المستشفى وقلت انك شفتي باباكي دخل عليكي الأوضة وصحاكي من النوم وقعد جنبك يعيط؟ مش فاكرة حاجة من دي أبدا. ازاي؟ ده انت قلتي الكلام ده للدكاترة كلهم. اسمعي يا نادية، ساعات العقل لما تسيطر عليه حادثة صعبة مرت بيه بتترجم لصورة تفضل عايشة جوه البني آدم لغاية ما يجي يوم يشوف حقيقة قصاده. كمال، نادية شافت نور في شباك البيت اللي قصادنا تاني. بس انا كمان شفته. وهي فين؟ بتطلب البوليس.
لقينا حتى شيء. وكنتوا مستنيين تلاقوا ايه؟ جثة الراجل اللي بتقتل كل ليلة؟ اللي الست المجنونة دي بتشوفه وتجيبكوا على مالها وشكم. احرق! بلاش قلة أدب. أنا مش قليل الأدب، أنا راجل بشوف شغلي. هذا ما يعطيك حق الدخول للدار. لا معايا الحق. ما أنا مش جنايني وبس، أنا الحارس كمان. بالدليل على كده أصحابي البيت لما سافروا بيسيبوا لي المفتاح أهو عشان أحرسه. تقوم تدخل في نصف الليل؟ ما هو مش معقول كمان ألاقي الست دي كل ليلة واقفة في الشباك تصوت وتلطم من غير أنا بقى ما أدخل وأعدي. على مو حصل خير، والورد اللي حضرتك زعلان عشانه قوي كده ممكن تزرعه تاني. الورد لما ينقطف يبقى جثة، والجثث مش ممكن تتزرع تاني، لكن تندفن. يا ناس يا ناس، سامعين كلامه؟ ده انت طبيعي. يا سلام، حساسة قوي حضرتك وخايفة من سيرة الموت. وده ده مش موت ده. بلاش خوطة جدع، انت الورد بتاعك ده تاخد ثمنه على الجزمة. مراتك تخلص الحلم. جنبي مراتك عقولة. انتوا تقولي ليه؟ الجنينة دي بتاعتي، انتوا اللي لازم تخرجوا منها. ايوه انتوا اللي تخرجوا منها، سامعين؟ استاذ كمان، انا مضطر انهي التحقيق في الموضوع هذا، خصوصا انها اصبحت نكته ما تضحكش كل الزملاء بيتمسخروا بيها عليا. ماذا بيك تقنع المدام تنقص التليفونات؟ عندنا اعمال ما اهم. انا واثق انكم ما عندكوش وقت لراحه الناس. انا معاك يا كمال في كل اللي بتقوله، بس انا رايي انها ترجع مصر وتكمل مع الدكتور اللي كان بيعالجها. بس هي لو رجعت من غير ما تقتنع ان اللي بتشوفه ده مش صحيح يبقى مفيش فايده في العلاج. بس حالتها هنا هتسوء اكتر، لان المشكله انها مش قادره تنسى الحادثه الرهيبه اللي مرت بيها، واللي دايما بتشوف فيها صوره ابوها وهو بينتحر قصاد عينيها. والحل يعني ما بتاكليش يا مدام ناديه؟ ها؟ اصل الحقيقه يا دكتور اتغديت واخري النهارده. عن اذنكم في دواء نسيت اخده قبل العشاء. انا شايفه يا دكتور حسيني ان ناديه حالتها ابتدت تسوء يوم عن يوم، لدرجه انها ابتدت تفكرني بايام ما كانت في المصحه. نادية نادية نادية، في ايه يا نادية؟ في ايه؟ اطلب البوليس يا كمال. في ايه تاني؟ فهميني. واحدة دبحوها هناك. ايه؟ بس الشباك مقفول. لا مش ممكن انه يحصل في بيتي. يا نادية ده مش بيتك. يا ناس مش كده، صدقوني. لا الحاني بابا. بس الحادثه دي كانت من زمان، ايه اللي خلاكي تفتكري؟ اللي تشوفه يا دكتور. طب انا هنزل ابلغ كمال عشان يرتب لك كل حاجه. عن اذنك. الو سياده الضابط مسعود. ايوه انا ناديه. حرم كمال رأفت، فاكرني؟ انا الدكتور كان عندي دلوقتي مصمم ان انا اسيب البيت واسافر حالا. في جريمه تانية حصلت دلوقتي. ايوه بنت ذبحوها قصاد عينيا، شفتها من نفس الشباك. أرجوك أرجوك لازم تصدقني. جريمة أخرى شافتها من نفس الشباك. كنت تقولي إيه يا مدام نادية؟ اسمع، أنت الوحيد اللي ممكن تساعدني وتخلي الناس اللي هنا يصدقوني. أنا عايزاك تيجي تفتش البيت ده حالا. أنا متأكدة إن المرة دي هتكتشف كل حاجة. لكن أنا مشغول جدا في الوقت الحاضر.
ليه ما تشوفش بنفسك وتكلم صاحب الدار يفتش معاك على المجرمين اللي بيقتلوا في الارواح؟ بس اصحاب البيت مسافرين من زمان، اجيبهم منين دلوقتي؟ ولا مسافرين ولا حاجه، هي شركه اشترت الدار بشيء تعملوا بنسيون. ايوه موجوده هنا في تونس. تحب نعطيك تليفونها؟ تليفونها كام؟ متشكره يا حضره الضابط، ولو اني زعلانه منك عشان مش قادر تيجي بنفسك، مع اني اكدت لك اني شفت كريمه بعناية. مدام ناديه، انت اكيد نظرك 6/6، يعني برضو مصمم ما تجيش؟ معلش يا مدام، نعوضها لك المره القادمه، بكره تشوف جريمه اخرى. سامحني المره هذه، تصبح على خير. والله المراه هذه تسلي فينا. ضبطت شنطتك يا روحي؟ ايوه. كمال، ما كنتش اعرف انك اشتريت بيت هنا، ما قلتليش ليه؟ اشتريته عشان احوله اوتيل اسكن فيه السياح اللي بنجيبهم من بره. كمال، انا مش عايزه اسافر. ايه اللي بتقوليه ده يا حبيبتي؟ انت لازم تبقي في المطار بعد ساعه. انا ما فيهاش حاجه، انا كويسه صدقني يا كمال. انا ما تصوريش، ما تصوريش انا بحبك قد ايه. بس صدقيني ده لمصلحتك، لمصلحتنا احنا الاثنين. عزيزه، عزيزه، عايزه حاجه يا حبيبتي؟ عايزه. تنسيتي انك اديتي حسابها امبارح؟ اديتها حسابها انا؟ ايوه، بس انا مش فاكره حاجه منك خالص. ليك حق يا كمال، فعلا لازم اسافر. نادية، خدي شرابي ده. ايه ده؟ مهدئ عشان ما تتعبيش في السفر. بس انا لسه ما قررتش اذا كنت هسافر ولا لا. هو لعب يا عيالي، ما سافرتيش دلوقتي حالا الطياره هتفوتك. ازاي هتفوتني؟ انا مش هسافر، يعني مش هسافر. انا مش عيانه يا كمال، فاهم؟ انا مش عيانه. لا عيانه ومجنونه يا كمال. لا كمال، استنى يا كمال، استنى بس اسمع كمال. كمال،
صدقت اللي بيحصل ده يا مجنونة؟ ده المكان اللي كنت عايزك تقفي فيه من زمان، ده البيت اللي اشتريته مش عشان اعمله اوتيل، انما عشان اقتلك فيه. انت مجنون يا كمال، مجنون. ايوه مجنون، مجنون اللي سبتك عايشة لغاية دلوقتي، وانت لازم تموتي عشان تموت معاكي حاجات كتير. انا مش مستعد اخسر كل اللي كسبته في السنين دي كلها. انت خلاص خسرت يا كمال، خسرت كل حاجة وما انتش داريان. دليل انك انت قبلت انك لاب سعرانة تنهشني عشان توصل. لا، عشان بكرهك، طول عمري بكرهك. انت وابوك اللي كان عامل بطل. يلا روح اطلب البوليس وبلغيه ان مراتي انتحرت بنفس المسدس اللي انتحر بيه ابوها. وقت للبكاء يا بارك. انت عمرك ما رحت مصر، عارف ليه؟ لانك كنت في السجن سنين طويله يا ست ناديه. السجن مش دايما مكان للمجرمين، ده ساعات بيبقى مكان للناس اللي بتقول لا لحاجات كتير قوي بتحصل الايام دي. زي مين؟ زي انا. ايوه، انا دخلت السجن لاني قتلت راجل من اياهم، كان طمعان لا مؤاخذه في مراتي، قتلته عشان احافظ على لحمي وشرفي، عكس جوزك اللي كان بيخونك مع الممرضه بتاعتك وبيحاولوا كل ليله يجننوكي عشان تبعدي عن سكتهم. انت كذاب 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 كذاب. اهم ست ناديه هتعملي ايه؟ هتصل بالبوليس. مش هيصدقوكي، ده طريق هم اللي ابتدوه ومشوا فيه، وانت اللي لازم تنهيه، وانا اللي راح اقف جنبك. ست ناديه، ست ناديه ارجوكي، احنا كويسين قوي لحد دلوقتي، ما تضيعيش كل اللي اتفقنا عليه، اجمدي المال، ما عندناش وقت. من التراب للتراب نعود. الو، حضرة الضابط مسعود من فضلك. الو، ايوه يا مدام، تفضل، عندك جريمة جديدة؟ صدقني المرة دي ارجوك، انا لسه شايفة في الشباك اللي قصادي اتنين ذبحوا بعض. يا حضرة الضابط ارجوك. متشكرة يا حضرة الضابط، ده الرد اللي انا كنت عايزاه. أو كده بس يا ترى اللي عملناه ده؟ لا بلاش تأنيب الضمير مع خونة زي دول، انت ناس انهم كانوا هيقتلوكي. ده دي اتمال الدم، ليه كل ده ليه؟ جنون جنون فعلا جنون. والدليل ان جوزي قبر على نفسه كل اللي حصل لي عشان يوصل ده، كان بياع لحم وعشان كده قتلته،
وراح اقتل كل اللي زيه. يلا يا ست نادية، التاكسي مستني. ها ايه الاخبار؟ سافروا الحمد لله، ارتحنا من مشاكل هالمرأة المجنونة. فعلا كانت مجنونة. الله، الوردة هذه ريحتها حلوة قوي. اصل متسبخ لها كويس قوي المرة دي. ابقى استعمل السباخ هذا على طول. ضروري، اصل ده سباخ مستورد.